وفي إطار التعاون العسكري المشترك بين دولة الكويت والدول الشقيقة اختتم تمرين فهود الصحراء المشترك بين القوة البرية الكويتية والقوة البرية القطرية وبمشاركة الحرس الوطني الكويتي. تمرين فهود الصحراء يهدف إلى رفع المستوى التدريبي والجاهزية القتالية واكتساب المزيد من الخبرات العسكرية من خلال تبادل التجارب بين القوات المشاركة في التمرين. تمرين فهود الصحراء اختتم بتمارين عسكرية بشكله النهائي بين الجيش الكويتي والجيش القطري والحرس الوطني الكويتي باستخدام أسلحة حديثة من طائرات الأباتشي ودبابات ومدافع. تم هذا التمرين مع أخواننا في قطر، وكان مستوى جميع قتال. شاركت معنا قوة من الحرس الوطني، وطبعا شاركت الأباتشي من القوة الجوية الكويتية. طبعا هذا التمرين كان معدل سابقا، وإن شاء الله راح يستمر بإذن الله سنويا. والاستفادة من هذا التمرين أنه كان في تبادل بالخبرات ما بين القوة البرية الكويتية والقوة البرية القطرية، زائد وحدة المشاركة من الحرس الوطني. اليوم تشرفنا بحضور اليوم الختامي لتمرين فهود الصحراء واحد مع أخواننا وأشقائنا في دولة الكويت. هذا من التمارين المبرمجة بين القوات المسلحة، ولن يكون آخر تمرين. أمننا لا يتجزأ، أمن الخليج كله لا يتجزأ، والتمارين سوف تستمر لرفع الكفاءة القتالية بين مختلف وحدات القوات المسلحة. الهدف من التمرين صقل القدرات والإمكانيات العسكرية من خلال التدريب والعمل بروح الفريق الواحد لرفع مستوى الأداء والكفاءة العسكرية. ولله الحمد كانت الاستفادة كبيرة على مستوى الضباط وضباط الصف، حتى استخدام المعدات الموجودة وتناسق الأسلحة الموجودة ومستوى التخطيط كان عالي جدا. ولله الحمد احنا قطعنا خطوات في التنسيق مع الإخوان في الجيش وخاصة في القوة البرية، ومستمرين في هذا التنسيق وفق توجيهات القيادة السياسية. تم الانتهاء من تمرين فهود الصحراء، تمرين مشترك ثنائي بيننا وبين الأشقاء في الجيش الكويتي، مشاركة الحرس الوطني. الحمد لله التمرين ناجح، بدءا من التخطيط والإعداد، تنقل القوة اللي تم خلال 24 ساعة برا وجوا. التعاون العسكري الكويتي القطري ليس وليد اللحظة ولا آخر تمرين بينهما، فهناك تمارين أخرى عسكرية تسعى للارتقاء بالمستوى العام والجهوزية القتالية. عبد الله الصفار، لتلفزيون دولة الكويت.